السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبابي في الله. اليوم جيتكم بفيديو جديد على قناتكم قناة نفطي تك. الفيديو هذا راح نتحدث فيه على جهاز براند اللي درت له ريفيو ولا انبوكسينج المرة اللي فاتت. جاتني بعض التعليقات قالوا لي فيها انه كيفاش راح ندير خاصية الميراكاست او سكرين ميرورين او كما نقولوا عرض شاشة الهاتف في التلفاز. راح نوريكم الطريقة الخاصة بجهاز براند والهاتف الذي سأجربه به هو هاتف اوبو A37. راح نجربوا الطريقة، تابعونا بعد الفاصل. عدنا إليكم بعد الفاصل. لا بون، راح نوريكم طريقة. هذا جهاز براند، ماهوش كما تاع المرة اللي فاتت، هذا جهاز آخر. راح نوريكم طريقة تاع كيفاش يكون يدعم الخاصية. أول حاجة لازم تكون على بالك بها، لازم تتصل بنفس شبكة كما نقول نفس شبكة ما بين الهاتف وما بين الجهاز التلفاز، نفس الشبكة يعني من مودام واحد. مش شرط انه لازم تكون فيها الكونيكسيون ولا كاين الانترنت، ماهيش لازمة، ولكن الشرط الوحيد اللي لازم تكون من نفس الشبكة. ثاني حاجة لازم تتأكد من ان الجهاز تاعك الهاتف او الطابلات او اي حاجة فيها اللي راح دير لها الميراكاست ان تدعم خاصية الميراكاست. كيف راح نتأكد بانها تدعم هذه الخاصية؟ راح نروحوا للهاتف. اول حاجة واش نديرو؟ راح ندخلوا للاعدادات ونشوفوا الطريقه كيفاه يكون. بون، بعد الاعدادات هنا في بالنسبه اللي نحكوا عليها بالنسبه لجهاز اوبو A37، اجهزه اخرى راح تختلف في الطريقه كيف تعرف باللي الجهاز تاعك يدعم هذه الخاصيه. راح ندخلوا للاتصال لاسلكي اخر باش نبداوها. اسبوتيو ادخل، ايوا ندخلوا اتصال لاسلكي. وكما رانا نشوفوا هنايا العرض اللاسلكي، نروحوا للعرض اللاسلكي. دخلنا دوك العرض اللاسلكي، نلقاوها هنايا باللي راها غير مفعله. نديروا تفعيل هنا العرض اللاسلكي، راح تخرج لنا الاجهزه المتاحه لنا اننا باش نكونيكتيوها مع الهاتف هذا تاعنا باش نعرضوا الشاشه تاع الهاتف في الجهاز. بون، راح نستعملوا هنايا نورمالمون انا نسيت الهاتف تاعي في سامسونج وجهاز تقبل الاخر ما قلت لهم. راح نرجعوا لكم التلفاز باش نتاكدوا باللي راح تبدا العمليه. راح نديروا قفل دوكا، نوريكم كوموند. راح نضغطوا على الهوم كيما هكا او الميني كيما يقولوا. راح نضغطوا على الهوم ونروح نتورك سيتينغ. هنا الجهاز راهو بالانجليزيه، راح تلقاه بالفرنسيه يسموها ريزو بارامتر دو ريزو هكا بالانجليزيه نتورك سيتينغ. راح ندخلوا للواي فاي. واي فاي راه كونيكتينغ نورمالمون، انا كونيكتي مع الواي فاي تاع الشبكه تاعنا. هاو هنا نورمالمون باش تاكد بلي مكونيكتي الواي فاي، مكونيكتي بجهاز هواوي يعني مودام هواوي او روتر من شركه هواوي، هذا الاسم تاعو. لازم تتاكد باللي راه متصل بنفس الشبكه الجهاز البراند تاعنا والهاتف نتاعك. قبل كل شيء نروحوا نهبطوا الاخر وين كاين الميراكاست مو كونيكتي، يعني انا تاكدنا من هنا. ندخلوا لهذه ام كاست، هي اختصار كلمة ميراكاست، هي الاختصار للكلمة ميراكاست. ندخل عليها ندير اوكي. يلا هايوا هاي جاتنا دوكا هنايا. راح نعمل انيبل او اكتيفي، هنا الاختلاف ما بين لغتين اكتيفي اون فرونسي و انيبل ان انجلش، يعني بالانجليزية نعمل لها انيبل للاجهزة الميراكاست. كي نديرو انيبل هنا راح نروحوا الاسم نتاع الاخر راح يخرج لنا اسمه ميركاست. راح نروحوا الجهاز تاعنا اللي هو الهاتف، راح نروحوا للهاتف. راح ندخلوا كما قلت لكم الاعدادات او سيتينغ او بارامتر باي لغه انت دايرها.
ندخلو نطبع شوية الهاتف ثقيل شوية نوعا ما، أو ندخلو الاتصال لاسلكي آخر أو other network Wi-Fi network هك other wireless network، إنما ما هكا ان انجلش other Wi-Fi. نعاود نقولكم باش تفهموا مليح باللي ندخلو اتصال لاسلكي آخر أو other wireless network، other wireless network بالفرنسية مانيش عارف كيف تنطق. المهم نروحو العرض اللاسلكي، كي نروحو العرض اللاسلكي راح ننتظر هنا، تلقاه هنا رمو مسكرة عندي تفعيل، راح يخرج لنا الأجهزة اللي نقدرو نكونيكتيو بها الجهاز تاعنا البراند. نمو رانا شفنا مليه يخرج لك اسم الجهاز ديريكت، راح ندخل في الجهاز تاعنا. باش ما تخلطلكش لازم يكون بنفس الشبكه، راه كاين بزاف يديروا اللقطه هذه وما تصلحلهمش وهو راه مش متصل بنفس الشبكه. الا ما عندكش مودام لازم تبارطاجي من تليفونك الكونيكسيون للجهاز براند وتكونيكتي بيه باش تضمن باللي راك في نفس الشبكه، هذه هي اللي لازم تتاكد منها. واه ندخل على الاخر دوك انا مو يشتغلنا، دخلنا ها خرجنا في الجهاز تاع براند راك تشوفوا، ما درنا حتى والو غير درنا الانيبل تاعنا، كي نكليكيو على الجهاز تاعنا راح يخرج ديريكت الجهاز هاك كيما راكم تشوفوا رانا نصوروا فيه. واه نفس الجهاز انا نصور لكم من الاخر، راني داير سيستم ريكوردينغ هاهو وراح يخرج لنا منه وزيد يخرج ليه بدا بطريقه هاهو نورمال يمشي عادي بكل سلاسه، راح يخرج لك الصوت والصوره كامله، يعني انت حاب تتفرج ماتش او مباراه راح تخرج البعاد. بون الى هنا ننتهي الى ختام الفيديو، اشكركم على المتابعه ولا تنسوا الضغط على اللايك اذا اعجبك الفيديو والسبسكرايب اذا كنت جديد في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد من قناتنا، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.